التجربة رقم اتنين أو التجربة الأخيرة اللي قدامنا هي تجربة برضه تصادم يا جماعة، بس المرة دي هنعملها at different ماسز. الطالب المفروض هيخش يبقى عارف هيشتغل على نفس الماس زي التجربة اللي فاتت، ولا هيحط ماس ثانية على الجسم هنا يبقى different ماسز بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده. طيب ايه الهدف من التجربة؟ أنا مش هقول المكونات تاني، دي نفس مكونات التجربة المرة اللي فاتت اللي هو الفوتوجيك والفوتوجيك والعربيتين والبلاور أو الإير بامب، الإير بامب اللي هي ضغط الهواء. لا أنا هقول الهدف من هذه التجربة هو برضه إثبات قانون بقاء كمية الحرارة، اللي بيقول إن إم 1 في 1 زائد إم 2 في 2 يساوي إم 1 في 1 داش زائد إم 2 في في 2 داش. طيب المرة دي الكتل غير متساوية، بس لو احنا لاحظنا هنلاقي ان الكتله دي اسمها ام، اما كتله الجسم الثاني 2 ام، ام 2 ام، فالام هتطير مع بعضيها فيتبقى لي ان الفي 1 طبعا الجسم الثاني هنخلي سرعته بصفر لان قبل التصادم هيبقى واقف، الجسم الثاني هيبقى سرعته بصفر زي ما هنشوف بعد شويه، في 1 داش زائد الفي 2 داش. انا عايز اقول معلومه مهمه جدا، التجربه دي غير اللي فاتت، اللي فاتت كان بيحصل تبادل الطاقه فكان في جسم متحرك وجسم ساكن، ف الجسم اللي كان متحرك بيقف والجسم الساكن بيبدا يتحرك. لكن هنا انا لو عندي جسمين بيخبطوا في بعض والديفرنت ماسز موجوده، فالجسم ده ساكن فده بيخبطه فده يتحرك يمين وده يرجع تاني، فلاحظ ان في في 1 داش وفي في 2 داش، علشان كده هنلاقي ان في 1 داش موجوده والفي 2 داش موجوده. واحنا متفقين في المعمل هنا ان احنا بنقيس الفيلوسيتي بعرض القطع على زمن مرور في الضوء، فانا هشيل الفي 1 واحط مكانها بي على زمن مرور العربيه الاولى في الضوء قبل التصادم، وهشيل الفي 1 داش واحط مكانها بي على زمن مرور العربيه الاولى بعد التصادم، وهشيل الفي 2 داش واحط مكانها بي على تي 2 داش اللي هو زمن مرور العربيه الثانيه بعد التصادم. البي طبعا متساوي في العربيتين، وكاني عايز اثبت المره دي ان 1 على تي 1 بيساوي 1 على تي 1 داش زائد 1 على التي 2 داش، حيث التي 1 زمن مرور العربيه الاولى قبل التصادم، التي 1 داش زمن مرور العربيه الاولى بعد التصادم، التي 2 داش زمن مرور العربيه الثانيه بعد التصادم. ننفذ التجربه، نبدا نشغل الباور، بس الاول نحط العربيتين زي ما احنا شايفينهم كده، ونخلي العربيه دي ما بين الاثنين لايت بارير وتبقى قريبه لللايت بارير ده بشويه، ونحط العربيه ديت قبل اللايت ده قبل اللايت بارير ده او قبل الخلايا الضوئيه، وبعدين نروح نصفر العدادات، نصفر العدادات صفر صفر بالمنظر ده، فنبدا نشغل الباور ونزق الجسم ونوقف. حصل ايه يا جماعه قدامنا؟ نركز مع بعض كده، حصل ان هو حسب لي زمن مرور الجسم في الخليه الضوئيه اللي هو زمن تي 1، وحسب زمن مرور التي 2 داش والتي 1 داش، وحسب زمن مرور التي 2 داش، وبالتالي انا المفروض اثبت ان 1 على الرقم ده بيساوي 1 على ده زائد 1 على الرقم ده، وبناء لمشهورسين هو ده الغرض او الاثبات من هذه التجربه.